بضيفنا من حيفا السيد أمير مخول الباحث في مركز تقدم والمختص بالشأن الإسرائيلي. سيد أمير مرحبا بك. بحسب التقارير التي ترد حتى هذه اللحظات، لماذا أعلنت إسرائيل سحب نحو 5 ألوية إسرائيلية من قطاع غزة حتى الآن؟ ما السر يا ترى؟ يعني هناك مراكمة من عدة عوامل، أولها الذي بدأ مؤخراً في منحى متصاعد وهو الخسائر البشرية، وكذلك أن هناك الأهداف غير واضحة للجيش، وإسرائيل تسعى إلى منع أو استباق حدوث ململة داخل الجيش وداخل جنود الاحتياط من استمرار الخدمة. في المقابل هناك مسعى بشكل واضح أعلن عنه الناطق باسم الجيش، وهو إعطاء نوع من الدفع للاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد والحالة الاقتصادية لجنود الاحتياط الذين يشكلون الغالبية الساحقة في غزة، والذين باتوا في يئنون تحت وطأة استمرار الحرب وتواصلها وعدم اليقين إلى أين ستذهب وإلى أي مدى زمني سوف تكون عليه الأمور. لذلك فهناك نوع من مسعى إسرائيلي تريد إطالة الحرب، لا تستطيع أن توقفها ولا تستطيع أن تواصلها بالشكل الحالي، تسعى إلى تغيير شكلها. هناك أيضا مسعى إلى الاستعداد أو لاحتمالية التصعيد المتزايدة في الجبهة الشمالية والجبهات الأخرى، وهناك أيضا الموضوع السياسي الإسرائيلي الذي بدأ يخيم بشكل كبير جدا، وبدت الحرب ليست هي ما يحدد حدود السياسة الإسرائيلية، وإنما الصراعات السياسية الإسرائيلية تحدد وجهة الحرب. وهناك أيضا احتمالية أن تتعاظم هذه الصراعات داخليا وأيضا مع الإدارة الأمريكية بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية حول طبيعة اليوم التالي. كلها أمور تتراكم على جدول أعمال إسرائيل. طيب، وأعتقد أنه الأزمة الداخلية بدأت تسيطر أيضا على القرار السياسي والعسكري. طيب، على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية، شبكة CNN الأمريكية نقلت عن مصدر أمريكي قوله إن سحب الاحتلال الإسرائيلي العديد من جنوده من قطاع غزة جاء بعد ضغوط أمريكية من إدارة الرئيس بايدن، هل هذا صحيح؟ يعني قد يكون هناك ضغوط، هناك ضغوطات أمريكية بالتأكيد. هل هذا هو الذي حسم الأمور؟ لا أدري، لأنه عادة ما يحسم الأمور هو الوضع على الأرض والإمكانيات التقدم على الأرض، وهذا الذي يشغل الجمهور الإسرائيلي. الجمهور الإسرائيلي اليوم بات في وضع يشكك في أهداف الحرب، أو تتسع حلقة المشككين في أهداف الحرب. لا يوجد أي إجماع إسرائيلي داخل اليوم، وإنما صراع سياسي رهيب يعني في من نوعه. وهناك مسعى من أعضاء الائتلاف الحاكم بالذات سموتريتش وبن غفير وبالتنسيق مع نتنياهو، وهو التخلص من كابينيت الحرب وتصفيته وإعادة الأمور إلى الحكومة بطبيعتها الأصلية من قبل عام. وهي أيضا تبشر، من هون يأتي الحديث أكثر فأكثر عن موضوع التطهير العرقي وتخفيف عدد سكان غزة بشكل واضح ومجاهر، سواء من الليكود أو من حزبين المذكورين. وأيضا في موضوع إعادة الاستيطان في شمال غزة، في جنوب غزة ومن ثم في شمال غزة. وهذا يعني إذا نجح عمليا أنه بدأت إسرائيل تنفذ خطة الحسم، إذا نجحت الأمور طبعا في غزة، وقد تطال ومن المتوقع أن تطال الضفة الغربية. لكن كل هذا الأمور، ليست إسرائيل ليست اللاعب الوحيد وليست هي مركز الأمور وحدها. أعتقد أن الوضع الميداني هو الصور التي نتابعها من دير البلح أسفل يمين الشاشة، والتي كنا قد حصلنا عليها بشكل حصري لقناة الغد. لماذا لا تحرك الإدارة الأمريكية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذا العدوان الإسرائيلي على سكان غزة؟ في هذه الصور لو كنت تتابع معنا، هناك آلاف النازحين، هناك الكثير من المصابين الذين يتم نقلهم، العديد من الشهداء، هناك أطفال كثر من بين كل هؤلاء. يعني ما يحرك الموقف الأمريكي في نهاية المطاف هو المصالح وهو الرؤى السياسية.
وليس او على الاقل ليس في الاولويه هو وضع الفلسطينيين الانساني او الكارثه الانسانيه، وانما وضع اسرائيل الاستراتيجي والامني المباشر والمستقبلي. وهذا ما يحفز الاداره الامريكيه ان تتحرك اكثر. واعتقد ان الاداره الامريكيه بدات تشعر ان هذه حرب خاسره الى حد كبير اسرائيليا. نعم، يعني هذه الصوره كما نتابعها لاب تقريبا يحمل طفلته أو هي يعني قريبة لهذا الرجل، وتلك الصورة أيضا، هل تبلدت المشاعر الأمريكية تجاه الإنسانية وتجاه ما يتعرض له أطفال قطاع غزة ونساؤها وشيوخها أيضا؟ يعني الأمريكان نفسهم قاموا بإحداث مثل هذه المشاهد في مواقع أخرى، في العراق، في المنطقة، في الاحتلال الذي قاموا به، وهم ليسوا أبرياء، وأيضا في سوريا لحد كبير. فالأمريكان هم قاموا بذلك، ولديهم معتقلات أسوأ، ولديهم قتل جماعي في أحداث الفلوجة، في أحداث أخرى في داخل العراق. فهذه عمليا إسرائيل تنسخ من الأمريكان أكثر مما تقدم لهم من نماذج في القتل الجماعي للمدنيين. لذلك الأمريكان لديهم حجة ضعيفة في نهاية المطاف، خاصة أنهم لا يريدون ولا بأي شكل استغلال الضغط والقدرة الأمريكية على الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار. يعني لا، الشعب الفلسطيني مستعد أن يتنازل عن كل المساعدات الإنسانية الأمريكية ومقابل أن يؤدوا إلى وقف إطلاق النار، لكنهم لا يريدون ذلك، وهذا يستنزف من الشعب الفلسطيني أكثر بكثير مما تضمده المساعدات الإنسانية. طيب سيد أمير،